ثلاث أو أربع باصات. طبعا البرنامج المتفق عليه الآن حسب ما أفادونا بالتفاصيل هي وجود 25 باص محمل بقوات المعارضة بالإضافة إلى عوائلهم من المدنيين. نرى الآن أول باصات الداخلة. هذا أول باص يدخل إلى أول نقطة من نقاط الجيش الحر. البرنامج كما قلنا هو دخول 25 باص على ثلاث دفعات، خمسة باصات ثم خمسة باصات، 10 باصات أخرى ثم 10 باصات أخرى ليصبح العدد 25 باص. إذا أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. هذه أول الباصات الداخلة الحاملة لأهالي مدينة دارية. حتى الآن تقريبا حوالي 20 ساعة سفر من العاصمة دمشق حتى النقطة الأولى من نقاط تواجد الجيش الحر. البرنامج المتفق عليه هو وجود 25 باص تمر على ثلاث دفعات، 5 باصات ثم 10 باصات أخرى ثم 10 باصات أخرى. هناك عدة حالات إسعافية، وقت وردنا قبل قليل سيارة إسعاف دخلت لتحمل امرأة حامل تلد داخل إحدى الحافلات التي أتت من مدينة دارية. نتيجة الإرهاق، نتيجة طول الطريق، اضطرت للولادة داخل أحد الحافلات. استلحقوها بسيارة إسعاف وقابلة موجودة معها ونقلوها إلى أحد المشافي. الآن كما نشاهد نترككم مع الصورة دخول هذه الباصات الأولى، أول 5 باصات من الباصات الحاملة لمدينة دارية. طبعا معنا ضيف، تعرفنا عن نفسك اخي. ابو انس كناك، حياكم الله. ابو انس، تحكي لنا عن البرنامج المتبع، وهي اول باصات بتدخل، كم باص اتى وكيف راح يدخلوا ان شاء الله؟ 25 باص، وبالامس جاء 5 باصات. الحمد لله كما رتبنا الامر بالامس رتبناه الايام باليوم. الحمد لله الامور كلها مرتبه من حيث النقل، المواصلات، ومن حيث المسكن والمأمن والمأكل والمشرب. الحمد لله المنظمات والفصائل تكاتفت وتعاضدت من اجل اي تامين هؤلاء الحمد لله الابطال الذين قد يقدموا الكثير كثير للثوره السوريه. الامور كلها مأمنه امنيا، و مسكن ومشرب وكله جاهز بإذن الله عز وجل. الأمور مرتبة، والآن ستأتي الباصات الأخرى على دفعات. هذه الأول 5 باصات الحمد لله وصلت بالسلامة. يكبرون فرحا بالنصر، هو النصر والله عظيم، ثبتوا طوال هذه السنوات على نظام بشار الأسد وعلى روسيا وإيران، رغم القصف والدمار والحصار ورغم قلة عددهم وعتادهم، ترون الآن أتوا لله الحمد بأسلحة بشار الأسد التي اغتنموها في معاركهم، أتوا بها الآن. هم لم يخرجوا من دارية إلا من أجل الآن أطفال والنساء. بشار لم يقصف في دارية إلا النساء والأطفال. فأمس أطفال دارية يقولون لي أنهم عندما كان الأبطال يلقون بشار درسا على الجبهات فينتقم من الأطفال والنساء في دارية. فهذا حال بشار الأسد ونظام بشار الأسد. فالحمد لله وصلوا الآن على أول 5 باصات، والأخرى الباصات الأخرى الحمد لله دقائق وتشاهدون الآن الحمد لله، والأمور مرتبة مجهزة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نحكي عن الفئات اللي حملتها هاي الباصات، هل هن من قوات المعارضة أم في مدنيين بيناتهم وأطفال؟ أعد السؤال، هل الباصات تحمل مسلحين فقط من قوات المعارضة، قوات الجيش الحر، أم معهم عوائل وأطفال؟ نعم، الباصات فيها المجاهدين، المسلحين، الثوار، الأبطال، وأيضا النساء والأطفال. الأعداد 1200 شخص الآن، 26 باص، 1200 شخص. فكل دارية الآن، لم يبقى في دارية الآن أي نفس من أو أي نفس طاهرة نقية. والآن الذي في دارية هم المرتزقة من العراق ومن إيران ومن روسيا وما شابه ذلك. والآن تشاهدون كيف الآن يعيشون في الأرض فسادا في دارية. لم يبقى الآن في دارية أي مجاهد أو أي طفل أو أي امرأة، خرج الجميع من دارية. أخرج بشار وهجر بشار الأطفال والنساء، والآن ستشاهدون الآن أمر أمن عيون الناس جميعا، ستصورونهم وتشاهدون المشاهد الآن بإذن الله. طيب سؤال أخير، هل هناك حالات إسعافية؟ شفنا قبل قليل سيارة إسعاف دخلت وأخرجت امرأة تلد، فما الوضع؟ بلا شك إخواني الحمد لله أيضا كان الأمور مجهزة من حيث سيارات الإسعاف وتأمين هؤلاء في النقاط الطبية والمشافي الحمد لله. فورا جرحى كثر،
يقول لي احدهم بالامس انه ما في احد من داري الا وعنده اصابه او شظيه او ما شابه ذلك، ومع ذلك لم يخرجوا. فحقيقه ترون الان جبال شامخه، حتى الاطفال يقول عمه متى بنرجع داريا؟ ارجعونا على داريا، مع ان داريا فيها قصف وخوف وجوع وكذا، واتى المناطق اللي اخف من هناك، وبالعكس امن وامان في المناطق الحدوديه تقريبا لهم، هم هذا يقول اعيدونا لداريا، لان بلد العز، بلد الكرامه، بلد الصمود، بلد الذي ولد فيها وسيعود باذن الله لها فاتحا ان شاء الله سبحانه وتعالى. سؤال اخير ولو اخرناك، كيف ترى استقبال اهل المناطق المحرره لاهل مدينه؟ استقبال رائع، وامس ما شاء الله صور رائعه طيبه مباركه، تعلمون الامس كل بيت سبحان الله امس يعني رموا على المجاهدين الورود والرز، وحتى البعض يعني ضرب السلاح، فالسلاح كان خفيف، فحتى الأخوة أمس قالوا لو كان عندنا هذا السلاح البسيط اليسير لكنا أفكين الحصار عن دارية، بقال بعضهم لو كان عندنا شيء من السلاح فوزيك وما شابه ذلك لكنا والله فتحنا دمشق، ونبلغ في ذلك. فحقيقة يعني الواحد منهم بألف من جنود بشار وأكثر وأكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن الفرحة عارمة، بالأمس طوال الطريق الناس وصلنا طبعا بعد الفجر، والناس ما شاء الله تنتظر أمام البيوت وتهنئهم وترحب بهم وتكبر وتفرح، وترون الآن إن شاء الله وتذهبون الآن مع إخوانكم وترون الآن كيف الفرحة تعم كل سوريا، كل الشمال السوري باستقبال الأبطال الأشاوس الذين صمدوا كل هذه السنوات وقدموا الكثير الكثير للثورة السورية، وبإذن الله سيعودوا لدارية. وأقول للعالم أجمع هذه الفوعة وكفرية ورسالة لبشار كما فعل بنا، ستكون الفوعة وكفرية هي دارية، سنسميها دارية قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يجزيك الخير. وأقول بس عفوا، بشار طبعا قتل النساء والأطفال والشيوخ على مرأى من العالم، أما نحن الذي يسعى بشار وروسيا وإيران لوضعنا في قائمة الإرهاب، نقول له نحن لا نقتل الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء ولا نهدم البيوت، وبالعكس نحن نؤمن الأطفال، نؤمن الناس، نؤمن أهلنا، نؤمن أعراضنا، نؤمن كل الناس بفضل بلا استثناء، نؤمن كل الناس ونساعد كل الناس في سوريا بفضل الله عز وجل. هذا مبدأنا وهذا ديننا الذي حثنا على ذلك. وأستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يجزيك الخير. نترككم الآن مع الصورة للتجهيزات سيارات الإسعاف المنتظرة لاستقبال الوفود الآتية من مدينة دارية. دخل قبل قليل 5 باصات هي أولى دفعة تدخل، باقي الباصات حوالي 20 أو 21 باص تنتظر على آخر نقطة للجيش في انتظار إدخالها كدفعة ثانية أو دفعة ثالثة بعد قليل إن شاء الله. من السفر تقريبا منذ الساعة 10 صباحا، والآن أصبحت الساعة حوالي 6 صباحا، هي المدة التي استغرقتها رحلة أهالي مدينة دارية. كانت الإجابة مضايقات حواجز النظام الطويلة الكثيرة، تفتيش الباصات جميعها على كل حاجز يمرون عليه سواء كان كبيرا أو صغيرا، بالإضافة إلى الإهانات التي قام بها تقوم بها حواجز النظام خلال فترة التفتيش هذه للراكبين لهذه الحافلات، صعوبة إنزال الجرحى والمصابين على كل حاجز من حواجز النظام عند التفتيش وإعادته إلى الباص مرة أخرى، بالإضافة إلى تفتيش الحقائب بشكل كامل. هذا ما سبب تأخيرهم، وهذا ما أثر على النساء والأطفال بالعياء الكبير في 20 ساعة من السفر في باصات تقريبا ليست كثيرة الرفاهية،
حتى أنه وصل الحال إلى أن تلد إحدى النساء الحوامل من أهالي مدينة درية داخل هذه الحافلات. البارحة كان هناك حالة من هذه الحالات، واليوم كانت الحالة الثانية في هذه الدفعة الثانية. بعد دقائق قليلة ستدخل إن شاء الله الدفعة الثانية، وهي عبارة عن 10 باصات. يتم تجميع هذه الباصات في منطقة داخل قلعة المضيق حتى يكتمل العدد بشكل كامل، ويتم نقلهم إلى باصات جديدة، ومن ثم الذهاب بهم إلى وجهتهم في ريف إدلب الشمالي. كما تكلمنا قبل قليل، كانت هناك فرحة عارمة داخل مناطق ريف إدلب في استقبال أهلهم من مدينة دارية. الحقيقة نحن خلال جولة في هذه البلدات في مدينة في مدن وأرياف إدلب، كان هناك استعداد كبير من جميع الأهالي لتقديم بيوتهم، لتقديم أي شيء يستطيعون تقديمه للوافدين من مدينة دارية. ولكن حسب ما أفادتنا اللجنة المشرفة على توزيع الأهالي، أنه سيتم وضعهم في مساكن خصصت لهم مسبقا، ومن ثم عند زيادة العدد على هذه المساكن سيتم التنسيق لتوزيعهم على القرى والبلدات الكافة في أرياف إدلب جميعها. الحقيقة جهود كانت مبذولة كبيرة من جميع الفعاليات الموجودة هنا في ريف حما وريف إدلب، من جهة الدفاع المدني والفرق الإسعافية، تجهيز سيارات الإخلاء، بالإضافة إلى تجهيز سيارات صحية بسبب وجود حالات وإصابات داخل الحافلات التي تقل أهالي مدينة دارية. الوضع الأمني كان مضبوط بشكل جيد من قبل الفصائل العسكرية المشرفة هنا على استلام أهالي مدينة دارية وإيصالهم إلى وجهتهم، بالإضافة إلى أن الكثير من الجمعيات الإغاثية أمدت المساكن المسبقة لاستقبال أهالي مدينة دارية بالمواد الغذائية، بالإضافة إلى الأثاث المنزلي اللازم لكسوتها. مع إشراق شمس صباح الأحد تكون قد وصلت الدفعة الأخيرة من أهالي مدينة دارية إلى النقطة الأولى من نقاط الجيش الحر واستلامها من قبل الجيش الحر، وبذلك تكون مدينة دارية تقريبا قد هجرت قسريا، كما تكلم لنا شباب وأهالي مدينة دارية. هو تهجير قسري من قبل نظام الأسد والميليشيات التابعة له. بحلول هذا اليوم تكون قد تم تفريغ مدينة دارية من كامل أهلها. حتى الآن وصل إلى هذه المنطقة، إلى رياف إدلب وحماة، حوالي 1200 أو 1300 مقاتل، بالإضافة إلى عائلاتهم، حاملين معهم سلاحهم الذي كان من أول مبادئهم عدم ترك سلاحهم الفردي الخفيف، حاملين معهم سلاحهم وأولادهم وأمتعتهم. وهناك عدد آخر ذهب إلى مناطق في ريف، مناطق أيضا محررة في ريف
دمشق. البارحة جلسنا مع شباب مدينة دارية، وجدنا البسمة في وجوههم، وجدنا الهمم العالية أيضا في وجوههم. تكلموا لنا عن أيام الحصار، وتكلموا لنا عن الثلاث سنوات وعشرة أشهر التي أمضوها في مدينة دارية، وكيف أنهم مستعدون أن يمضوها بقية الحياة، ولكن أن يرجعوا إليها مجددا إن شاء الله. نترككم مع الصورة إلى حين انتظار وصول الدفعة الثانية بعد قليل إن شاء الله. طبعا هناك تأخير بين المرحلة والمرحلة، كما ذكرنا على ثلاث مراحل سيتم دخول هذه الحافلات. نحن على بعد 250 متر من آخر نقطة لحواجز النظام، والتي توقف فيها الآن 20 حافلة من حوافل المقلة لأهالي مدينة دارية. هناك تأخر بسبب صعوبة نقلهم من منطقة إلى أخرى، بسبب وجود مصابين، بسبب وجود أطفال، بسبب وجود نساء. الآن خرجت الدفعة الأولى وهي عبارة عن 5 إلى 6 باصات، سيتم تفريغها في باصات تابعة لجيش الإسلام لأخذهم إلى وجهتهم إلى ريف إدلب الشمالي.
نذكر أن الهلال الأحمر العربي السوري هو كان المشرف الرئيسي كمنظمة على عملية التبادل، وسار مع الوفد طول الطريق من دمشق إلى أول نقطة للجيش الحر هنا، ومن ثم جاء الهلال الأحمر العربي السوري فرع إدلب ليستكمل المهمة من أول نقطة للجيش الحر إلى آخر نقطة يتم إنزال الوافدين من مدينة دارية إليها.